هي ماشي هذه البلدي، ولكن مسؤولية المجتمع المدني اللي هو حضور وكنطلب تصفح المجتمع المدني. كما يعلمكم أن اليوم تكلم مابقاش كتلتزم بالعقدة اللي بينها وبين المجلس البلدي، وكاين واحد كبير دار الشاحنة ديالو واضطرينا كمجلس باش نكريو شاحنات، وكذلك خدامة باش يكونوا هاد العملية اللي كتشوفوها يوميا 12 كم يوم كتشوفوها يغطي أمام المجلس البلدي، وكذلك تراكسات باش تكون نظافة أحسن ما كانت قبل. في الوقت اللي كنتظروا شركة سيطرة هي حاضرة غياب الموتي ديالها غيبقاو كما قلنا قبل في أول شهر نوفمبر المقبل إن شاء الله. إذن أعطي الكلمة السيد سعيد عبد اللي هو عضو التطوير ديال هذه المهمة، ولا تلقوا تصفقوا عليه.